تعود لصالح نادي نف البصره الكابتن حسام مالك الملقب بكاكاو في لعب الكره مقطوعه من قبل المدافع والمركز الرابع في موسم 2007-2008 وهنا صراعات هوائيه من اجل الحصول على هذه الكره والتشتيت دون عنوان مقطوعه او من عمو فريق من نادي احمد فرحان يتقدم احمد يلعب كره طويله بالعمق اقرب من الدفاعات امانه بغداد جيد يعني في الجنيتين قد يجد ضابه عماد عوده في التبديلات قصر يمرر الكره الى احمد فرحان والتمريره رائعه وجميله والانطلاقه من مدافع اليسار صبا عواد عربيه لكن مبعده بالراس من المدافع النيجيري هنري الو اذا بدا المسلسل واضح ضغط هجومي لنف البصره تفتح لعب نف البصره ممول للكرات وموزع حقيقي لبقيه الزملاء احمد فرحان من جديد يلعب الكره داخل منطقه الجزاء مبعده بالراس جاكوب اوه عاليه هذه الكره لكن ساره محسن لا تود لاعب خلينا نشوف اعتقد هذا اللاعب نشوف هاي المحاوله الكره ما بيها هنا مؤمل عبد الرضا يغادر ويشارك اللاعب مصطفى حسين مصطفى حسين يشارك بدلا من المؤمل وهنا محاوله خطيره داخل منطقه الجزاء لاحظ الزحمه والغابه من السيقان وهنا النيجيري هند الخلف من اجل الاستحواذ على الكره وهنا باتريك البديل يلعبها لاحمد فرحان هنا تصويب لكن ارتدت من المدافع النيجيري ولا نف البصره وسندخل في الربع الاخير من اللقاء والضغوطات تزداد والمعاناه ستكون في الميناء السابق ومنتخب الشباب والاولمبي هذه اول كره يحصل عليها محمد جبار الرباط اللي ينقل الكره داخل منطقه الجزاء مقطوعه من دفاعات امانه بغداد بشكل كبير على نف البصره لكن نف البصره عازم لادراك التعادل وهنا حسام مالك يمرر الى احمد فرحان ممكن العرضيه لكن مبعده بتأمين دفاعي واضح من النيجيري هنري الوم هنري الوم الذي جاء الى الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه يوفر عمق دفاعي جيد نعم عمق دفاعي جيد بمعيه يوسف رائد وعلي حسين حبيب ثلاثي يلعب الى العمق وهنا احمد فرحان والعرضيه وراسيه من علي حسين حبيب نعم لاحظ الادوار الدفاعيه التي تؤدى من قبل الثلاثي الدفاعي لكن الى متى؟ لا اعرف. على كل كروما تقطع من امامه اقرب لنفط البصره ممكن المحاوله لكن تكتل دفاعي وجدار كونكريتي صلب في داخل منطقه الجزاء لاحظ لاحظ هنا بدات الاخطاء بدات الاخطاء نعم 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 الضغط الى من ابعد هذه الكره احمد فرحان والتصويب والتمرير والراسيه مبعده من هنري نيجيري بركه الله بداية اللقاء للكهرباء وأمانة بغداد من خلال مباراة اليوم الجولة رقم 20 التماس عن طريق الكابتن ستار جبار بينما الكرة وصلت للنيجيري هنري ألوم لاعب النيجيري في شمالنا العزيز أو هنا في العاصمة الحبيبة بغداد هو بخبرة السنين اليوم مع أمانة بغداد ذلك لعلي كريم علي يحاول أمامي الآن أقرب للاعب هنري مرور ممتاز بعد ذلك التمرير لسادية عادت هنري للأمام أرسلها عالية والإبعاد يأتي من علي خالد مرة أخرى المتابعة لهذه الكرة طول وإدراك هدف التعادل علي كريم ارسلها للامام هنري ضغط على حامل الكره مهيمن ده الى الان يعني بعد تسجيل هدف الكهرباء بدا فريق امانه بغداد يتقدم ويحاول ان يضرب الركنيه لمصلحه الكهرباء تنفذ الكره داخل منطقه الجزاء مطالبه بخطا حكم المباراه قريب سجاد مرة أخرى حاولة مستمرة والإبعاد وسجاد داخل منطقة الجزاء تتهيأ وتسديد الكرة ولكنها تصدر
إلى ركنية أخرى. شوف يعني في بعض الدقائق تشاهد الضغط من أمانة بغداد، وبعدها يعود الكهرباء والضغط من أجل الحصول على هدف ثاني. هنا الركنية تنفذ عالية والرأسية بعد ذلك تبعد الآن مع كريس. كريس يحاول، أحد المحترفين يعني يتحدث عن المحترفين الثلاث المتواجدين بالتشكيلة الأساسية لفريق أمانة بغداد. وفريق محمد حميد خادم من نادي النفط. هذه الأسماء الحاضرة بالنسبة لأبعادها. وماموني تمرير باتجاه مهيمن سليم ملاح. تنفذ الكرة صافرة وخطأ. ضربة حرة مباشرة تنفذ الكرة عالية. إبعاد عن طريق سنهينج، وهنا التسديدة خطيرة والإبعاد يأتي خطيرة. خطيرة جدا كانت عن طريق اللاعب علي خالد. ترسل للأمام. مهيمن يحاول وخروج لسرهانج. عادل الكرة بضربة رأسية. ومن مواليد 1985 المساعد الأول أكرم. تمرير الآن مهيمن صافرة. الشوط الثاني و التمرير محمد إبراهيم إيفان مهيمن ستحاول. كرة خاطئة عادت لفريق الكهرباء. ماموني لمهيمن. ستار ياسين خطأ عن طريق اللاعب ماموني والتمرير ولكنها وصلت لسرهين. كرة ملعوبة الآن. كريس على التنفيذ. كرة لأمانة بغداد. ضربة رأسية تبعد عن طريق محمد سلام. مرة أخرى هنري لكريس. يحاول والضغط على حامل الكرة. هنري مرة أخرى دافع على المتقدم. شوف الضغط من 4 لاعبين. بعد ذلك يأتي الإبعاد. بهذه النتائج من 7 مباريات 3 تعادلات 4 خسار ممكن أن تتغير خلال تلك المباراة. كانت ثلاثية يعني لم يحقق فريق على حساب الفريق الآخر الفوز بأكثر من 3 أهداف. الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ضيعها فرحان شكور. فرحان اللي سجل في الشوط الأول من ركلة